معنا اتصال تليفوني محمد. السلام عليكم سيد يا فندم. محمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيك. بعد تفضل يا إذنك يا سيد فندم، محمد. أنا عايز أتكلم عن موضوع يعتبر البلد كلها، أو اللي أنا شايفه إن معظم البلاد دلوقتي بقت بتشوفه قدامها حقيقي ومحدش بيتكلم عنه. تفضل. حضرتك يا فندم، أنا كنت، يمكن مش عايز أقول لك إن أنا كنت من أوحش الناس اللي بتبقى موجودة في الدنيا، إن أنا كنت شاب وظروف شاب، كان بيطلع يكلم ويصاحب ويطلع ويسهر، لحد ما جاء وقت عليا اتعرفت على إنسانة أخلاق وأدب ومبتسيبش فرض، وخلتني أتوب وأبطل كل حاجة كنت بعملها غلط، الحمد لله. حبيتها وعرفت عنها كل حاجة، عن تفاصيل أهلها، ورحت عشان أتقدم ورحت بيتهم ودخلت من الباب ولقيتها إنسانة فعلا محترمة، وده اللي ربنا قال عليه إن أنا أخش من الباب. نعم، تمام. دخلت البيت عندهم، لقيت مشاكل الدنيا كلها. عرفت بعدين عن طريق صحابي وعن طريق شيخ وعن طريق حاجات كتير إن أمهم إنسانة، مش عايز أقول إن هي مش كويسة، بس هي إنسانة بتصلي. نصحتها كتير وتعبت معاها عشان أتكلم، لحد ما أنا فاض بيا قلت تمام. لجوزها على اللي هي بتعمله، عشان وضحكت عليه وقلت له إن هي تعبانة وحد عمل لها سحر. الإنسانة دي معاها 3 بنات، يعني من أحسن 3 بنات ممكن الواحد يكون شافهم في حياته في أدب وأخلاق. بيت حايشة حياتها كلها إن هي بتصلي وعارفة ربنا، واللي خلاني بقول لك الكلام ده الإنسانة اللي خايفة ربنا، اللي كلمتك من شوية وبتقول لك إن أنا بصلي وبصوم وبخاف الموت. كلمتها عن الموت وكلمتها عن الدين، وبقيت بقرأ على الدين وأقول لها عليه، وبرضو اللي هي فيها مش بيحصل فيها أي حاجة ولا أي تغيير، العكس بتزيد معايا في ان هي بتكلم شباب في التليفون، وام معاها 3 بنات على وش جواز. انا تعبت مش اللي عارف اعمل بتكلم معاها شباب ايه. في التليفون اللي هي ام فلو البنات دي، امهم امهم يا فندم، امهم امهم وبتجبر، عايزه تجبر البنات ان هي ما بتطلعش من البيت عموما، ودي حقيقه، بس هي عايزه تجبر البنات ان دي تكلم ودي تكلم ودي تكلم، وانا مش عارفه اتصرف اعمل معاها ايه. اين زوجها يا ودلوقتي محمد؟ زوجها ده يا فندم راجل غلبان، انسان محترم، يعني بيطلع الصبح بيجي اخر الليل، ربنا مش كرمه باولاد حتى عشان تقف معاه، بس انا تعبت، انا اعتبرت نفسي اخوهم. لكن ربنا وهي أكرمه بالبنات، والبنات فيهن إكرام أكثر من البنين، الحمد لله. ها، طب يا فندم، انا دلوقتي هو ربنا لما قال ان انا اروح اتقدم وان انا اعرف تمام. الانسانه اللي انا عرفتها دي، عايزه تموت نفسها وعايزه تنتحر وعايزه، وتعبت في حياتها، والبنات برضو اخواتها تعبوا، وانا مش عارف اتصرف مع امهم اعمل لها ايه. كل اللي عليها تقول لي انت مش حاسس بيا، اجي اتكلم معاها واعرف ان هي بتكلم شباب في التليفون، وبدل الواحد بتكلم 10، وكلمت اهلها وقلت لاخوها لا لا وقلت قوة الناس إلا كتير بالله. عشان يقفوا معايا قبل ما اقول لجوزها، وبرضه هي مش نافع فيها اي حاجه من الكلام اللي انا بقوله. فانا تعبت، انا مش عارف اتصرف معاها، اقول لها اعمل معاها ايه، ولا اوديها لشيخ، ولا مش شيخ عارف ايه يا اتصرف. عمي؟ شوف فالفتوى يا دي محمد، يا ان هي محمد، مش طايقه جوزها وان هي طايقه يا تكلمه، محمد، يا فهل حبيبي الغالي، مسألة شيخ ومسحورة والكلام الفاضي ده اطرحه جانبا، ده كلام فاضي وشماعة نعلق عليها الأخطاء. ما فيش حاجة اسمها شيخ ومعمول لها عمل ومسحورة، شيخ ايه وكلام فاضي، ما فيش الكلام ده خالص. هذه أنفاق مظلمة، هذه المرأة عندها خلل سلوكي وعندها استعداد انحرافي، وبالتالي ينبغي أن تقوم. دورك أنت هنا أن تنصحها، اديها النصيحة، اديها الموعظة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن جعل النصيحة موصولة، لا تكل ولا تمل من النصيحة، يعني قل لها الكلمة الطيبة، فهمها، هددها تارة بأن تقول لزوجها، والله طالما أنها لا تخاف ولا تزجر وكانت على ما هي فيه، حاول يا محمد أن تبذل قصارى جهدك وجهدك في أن تتزوج واحدة من هذه البنات الثلاث، وأن تساعد البنتين الأخريتين على أن توفر لهما زوجا صالحا لكل واحدة. كده يبقى أنت فعلا انتشلت هذه البنات الثلاث من أوحال الأم، وده إن شاء الله يكون عملا طيبا يوضع في موازين حسناتك. افعل هذا فعلا، إذا كانت البنات فعلا صالحات ومؤدبات وحافظات وقانتات وفيهن ما فيهن من الصلاح، خذ منهن واحدة وتوكل على بركة الله، وإن شاء الله عاون البنتين الأخريتين على أن توفر لكل واحدة منهن
او منهما زوجا صالحا ان شاء الله. دي مساله مهمه غايه في الاهميه، ونصحها بقدر الامكان، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن احذرك ان تخذل هذه البنات الثلاث او ان تتركهن لهذه الام التي لا تتقي الله سبحانه وتعالى. لابد ان تقوم بدورك خير قيام، لانك الان في موضع المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى.